هو سؤالنا احنا how do acorns and holes مبليات لبعض، يعني كيف يمكن توزيع او كيف تتوزع الالكترونات والثقوب على الباند او اخر اللي موجوده او الحزم اللي موجوده. And the Fermi Dirac distribution function describes the probability that an allowed state at energy E is occupied by an electron. من خلال دالة توزيع Fermi Dirac هي تسمح هذه الدالة ومن خلال هذه الدالة تسمح بإعطائنا توزيع كيف أنه الإلكترونات تستخدم في مستويات الطاقة، كيف تتوزع على مستويات الطاقة. إذا ألاحظ هنا بين إلى خط بياني بين الـ probability density G of E، ألاحظ كيف عملية التوزيع بالconduction band وبالbalance band. لاحظ العملية، عملية انه كل ما بالعملية عكسية، يعني اذا انا عندي الفالنس باند تقل عندي الكوندكشن باند شنو؟ تزداد. العملية يعني بالضبط معكوسة. The density of allowed state for a semiconductor as a function of energy. الآن كثافة التوزيع أو المستويات المسموح فيها وين في السيمي كوندكتر، شبه أشباه المواصلات كدالة علما للطاقة. Note that G of E is zero in the forbidden gap. Forbidden gap اللي هو شيء موجود اللي بين الفالنس باند والكوندكشن باند، هذا الخط اللي تلاحظونه تكون عندي دنسيتي كم؟ زيرو، واللي تقع بالمنتصف مالتها شنو؟ طاقة فيرمي. Between E sub V and E sub C هذا السيمي كوندكتر. The product شكل الثاني، the product of the distribution function and the density of the state function. عملية الضرب بين the density function كدالة علما إلى the density of the state. الجاب لا يزال موجود، الفالنس باند اللي هي والكوندكشن باند انرجي، وعندي في الكوندكشن باند الحالي يكون عندي فيرمي ديراك تايم جي اوف اي، بينما هنا 100% تكون عندي 1 ماينس اف اوف دي اوف اي جي اي. نعم ها؟ لا هاي اقواس مقيمة مطلقة، 1 ماينس هاي مال اللي قلنا عليها الى 100%، فتكون عندي الى هي مليانه الى واحد ناقص، يعني مثلي النسبه اللي موجوده. هسه عندي الشكل الاول، هاي الشكل ملخص الاشكال الثلاثه. Fermi Dirac distribution function describes the probability that an allowed state at energy E is occupied by an electron. الشكل الأول. الشكل الثاني هو يمثل لي the density of allowed state for a semiconductor as a function of energy. Note that G of E is zero in the forbidden gap between EV and E sub C. والثالث the product of the distribution function and the density of the state function. هاي ثلاث أشكال يترضى كون الطالب عارف.
typical band structure of semiconductor. بالأسفل ما عندي هذا الشكل مثل الكوندكشن باند اللي هي فوق الأبيض، وعندي الفالنس باند هو اللي اللون الأصفر جوا، وعندي الفوربيدن باند اللي هو هاي بين الاثنين واللي هي تقع طاقة فيرمي بالضبط. هاي الشكل يسميه انرجي باند ديستريبيوشن. إذا رسمناه على الطاقة فيكون عندي هذا الشكل مالته. هاي الفالنس باند، في بي يمثل الفالنس باند، والسي بي يمثل الكوندكشن باند. هاي وين قاعد بالأشتغل على اليمن على السيمي كوندكتر. هاي دنسيتي أوف سيت توزيعها بالاثنين. Density of state as a function of energy as a function of density of state. هنا the number of state per unit energy per unit volume. هاي المنطقة هيكون عندي الشكل كالآتي. إذا رسمت بين F of E يعني الE energy as a function of F of E، لاحظ كيف إنه تغير عندي الهولز. هاي مثل يعني الخط الأحمر والأزرق الإلكترون، وواضح أنا عندي وين ما انتقل الإلكترون ينشب مكان شنو هولز. هاي الثيربي يراك probability function على شكل مطالبين إنه طالب يحفظ إنه يوضح لي بالضبط ما يحدث بالسيميكوندكتر. يعني هاي أوضح من الكلام. هاي probability of the occurrence of a state، هاي منطقة احتمالية الملء تمثل لي. وإذا رسمت بين الانرجي والنمبر of particle electrons أو hole أو probability، بالحقيقة حاصل عليه هاي الأشكال. الأريا أندر ذكر فيها تمثل لي العدد الكلي للإلكترونات اللي موجود، والعملية أيضا ألاحظها هي معكوسة بالضبط. هاي G of E time F of E energy density of electron and conduction band. هاي تمثل لي number of electron per unit energy per unit volume. The area under N sub E is as a function of E is the electron concentration. هي تركيز على تركيز الإلكترونات بالسيمي كوندكتر. هسا الميتل في السيمي كوندكتر شنو الاختلاع بين الميت المعادي وأشباه الموصلات؟ الميتل طاقة، لاحظ أنه راس ميت إحنا بين من بين الإنرجي والستيت، وين طاقة فيرمي يصب F. الميتل هسه لاحظ أنه أغلب المستويات مليانة وطاقة فيرمي قريبة من الإلكترونات، بينما إذا ألاحظ السيمي كوندكتر تكون عندي شنو؟ تكون أغلب allow electronic energy state system for metal and semiconductor. A set marked with an X are filled. Those unmarked are empty. فعندنا إحنا بالنسبة للميتل ألاحظ إنه أغلب المستويات هي شنو؟ مليانة صح ولا؟ ها؟
أغلب المستويات مليانة، بينما السيمي كوندكتر تكون عدد المي يكون قليل، لأنه شبه موصل. هاي موصل فاد دائما تكون عندي الإلكترون بيها أكثر، ودائما تكون شنو تحت طاقة فيرمي، وقليل يكون عندي اللي ما مليان هو فوق طاقة فيرمي. إذا ألاحظ السيمي كوندكتر تكون عندي عدد المستويات اللي مليانة هي أقل، اللي تقع تحت طاقة فيرمي تكون أقل من عدد المستويات اللي ما مليانة اللي تقع فيه فوق طاقة فيرمي. قاعد تلاحظ؟ يعني إذا حسابوا عن عدد، يعني هذا كمثال، ألقى ستة فوق طاقة فيرمي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للميتر هو ما مليان، بينما أنا ألاحظ أنه عدد الما مليان بالسيمي كوندكتر هو أكثر من المليان، ولذلك هو هذا السيمي كوندكتر يعني شبه موصل، بينما هذا موصل لأنه أغلب مستوياته هي مليانة. اللافت إلكترون إنرجي ستيت جي أي فيرمي لبل إي أف immersed in the continuum of a loud state. إذا رسمت بها بالنسبة للميتل، يعني خاف أقول لكم يعني انطونا بين يعني show by diagrams and explain these diagrams، فأنت تنطيني الشكل قبل وتنطيني هاي. إذا رسمت بين الانرجي والدنسيتي اوف ستيت بالنسبه للميتل، الاحظ ان الفيلد ستيت المليان بالحقيقه يشمل كل اللي تحت طاقه فيرمي ويصعد فوقها. هاي اللي هو شيء مثل لي اف سب دي تايم جي سب اي، هو بالحقيقه اللون الرمادي الطخ. هاي وين؟ بالميتل. بينما إذا أجي أنا السيمي كوندكتر ألاحظ أنه معزول بالحقيقة، أنه يعني أغلبه يكون عندي جوة طاقة فيرمي وقليل من عنده شنو فوق مثل ما لاحظنا بالشكل هاي. واللون الرمادي الفاتح هو يمثل الألاوتسيت. الألاوتسيت بالسيمي كوندكتر يكون أكثر من الألاوتسيت بالميتر. هذا الشكل الثاني. فيرمي ليفل F immerses in the continuum of الألاوتسيت. هذا الميتر واضح عندي شكل مالي، وهذا السيمي كوندكتر اللي عزلنا الشكلين كل واحد على جهة. How do electrons and holes violate the bonds? نفس الموضوع. Fermi function and carrier concentration. Note that although the Fermi function has a finite value in the gap, there is no electron population at those energy. بالرغم من أنه طاقة فيرمي أو دالة فيرمي إلى قيمة محددة في هذا المجال، لكن شيء يكون there is no electron population at those energy. That's what you mean by a gap. هذا ما نعني بالجاب هذا المجال، نعني انه ماكو الكترون موبيليشن في هذه الطاقة اللي هي تمثل شنو؟ طاقة فيرمي. The population depends upon the product of the Fermi function and the electron density of the state. So, in the gap, there are no electron because the density of the state is zero. ليش ماكو؟ بالجاب لأنه كثافة الاحتمالية صفر. يعني إذا قلنا ليش ماكو إلكترونات موجودة بالجاب؟
لأن كثافة احتمالية في هذا المجال هي تساوي صفر، بينما طاقة فيرمي أو فيرمي فانكشن لها قيمة. And the conduction band at zero Kelvin الصفر المطلق there are no electron even though there are plenty of available state but the Fermi function is zero. الزيرو المطلق العملية انعكست، الفيرمي function شنو أصبحت؟ هي صفر رغم وجود density of state ها مو زيرو، لكن لأنه بالصفر المطلق انعكست العملية، صارت شنو؟ صارت الفيرمي function هي صفر، ولذلك there are no electron. كل الإلكترون نزل شنو؟ جو. إلى إن at high temperature both the energy of a set and Fermi function have finite value in the conduction band. ثانيهم لهم قيم. So there is a finite conduction population. لذلك أكو population. إذا سنتكلم عن ثلاث حالات. الحالة الأولى the population depend upon the product of Fermi function and the electron density of a set. In the gap, there are no electron ليش؟ because the density of the zero. بالconduction band بالزيرو there are no electron هالزيرو مطلق ما عندي electronات. Though there are plenty of available set although رغم انه اكو set موجود but the Fermi function is zero. لأن Fermi function بالزيرو مطلق. بالهاي تمبريتشر اثنيناتهم موجودات ولذلك انتو اكو مليء محدد ممكن نحدد هذا الشكل ممكن مش واضح وما مطلوب منكم اصلا الينا هو هذا فسرناه سابقا هي ملخص للقديم intrinsic energy or intrinsic level يعني الطاقة الداخلية ونحكي على هذا الشكل بس هو ممكن يجي وراء هذا الشكل هو الأشكال البقية أنتوا ركزوها على يعني أنا قاعد أحكي على الشكل اللي موجود هناك اللي أخذناه اللي هو واضح الأشكال هذه واضحة هناك عندي يعني لاحظ الأسهم قاعد أتكلم عنها أشكال اللي أخذناها سابقا اللي هي هاي لا اللي قبلها اللي هي هذا الشكل أي هذا الشكل وعندي الشكل الثاني اللي هو لا هو لا بعده عندي لا عندي هذا الشكل هسه اللي موجود والشكل الثاني هو هذا EF is set to equal EI intrinsic energy طاقة داخلية when equal number of electrons and holes تساوي طاقة داخلية عندما يكون عدد الإلكترونات متساوي إلى عدد الثقوب additional D bond state intrinsic equal number of electron and holes الشكل الأول هو اللي يساوي لي ال N type more electron than hole عندي أكثر عدد أكثر من الإلكترونات من الثقوب هاي يسميه N type semiconductor وال B type more hole than electron عدد الفجوات هي أكثر من لاحظ هاي الأشكال اللي موجودة اللي هي على اليمين على اليمين هاي الأشكال بالنسبة إلى الحالة الاعتيادية equal number of electron and holes لاحظناه الساوية conduction band والvalence band لاحظ بالأنتا بتكون عندي conduction band هي أكثر من الvalence band لاحظ بالبيتا هي العملية عكسية اللي هي يكون عندي الفالنس باند هي أكبر من الـ
كونداكشن با. وإذا نتكلم عن الكونسنتريشن للشكل الأول اللي موجود على اليسار الشكل الأول، لاحظ المتساوي العدد مال number of electron anhole، لاحظ اثنين هنا اثنين هنا، لاحظ بالان تايب يكون عندي أربعة هنا واحد بالكوندكشن باند كم، يعني أربعة سالب هنا واحد هول اللي هو موجب بالبي تايب عكسة العملية. هاي كمثال. قاعد تلاحظوني؟ موجود عندكم؟ ها؟ لا من كبر الشوة. نحن ما وقت. وين الشكل هاي؟ إيه هاي؟ هاي إذا تلاحظون الشكل الأول. لاحظ أكو فوق دائرتين. إيه دائرة. على اليسار. على اليسار. فوق أكو دائرتين. بالكوندكشن باند وجوا اكو دائرتين صح شفتوها؟ فاحنا شنو قاعدين؟ اكو نمبر اوف الكترونز اند الان تايب لاحظ اربع دوائر واحده، احنا شنو نقول؟ مور الكترونز دان هولز، فاربع الكترونات يعني مور الكترونات فتكون اكثر منها. هاي نسميه شنو؟ ان تايب، يعني اكثر عدد من الالكترونات بالكوندكشن باند. إذا لاحظت البي تايم انعكست العملية إذا مبينة واضحة مو صحيح؟ البيور كريستال انرجي باند دايجرام هسه عندنا نقية بالورقة نقية. كيف يكون التوزيع مالها؟ هاي الانرجي جاب عندي الكترون ترانزيشن، هاي الفالنس باند، هاي الكوندكشن باند، الكترون عندي هولز موجود. التوزيع مالها بالضبط شو يكون عندي؟ هاي اذا بين الالكترون انرجي و number of electron state or number of hole state، الانرجي gap هي تساوي EC minus EV، ويكون الشكل بالضبط هاي تقريبا يساوي minus KBT. يعني العملية ايضا شنو؟ عكسية. الـ hole concentration distribution والالكترون هاي إذا قلنا كيف عملية التوزيع بالبيور كريستال بالورة نقلية، يكون عندي هذا الشكل التوزيع. هسه احنا أخذنا وين؟ أخذنا بالميتر بالسيميكوندكتر توزيع الإلكترون، سؤالنا ما شنو؟ أو دو إلكترون آن هول أو بليد يعني خاب يجيكم هاي. فيجي مثلا هيك سؤال وأنا جايبه هيك سؤال هاي السؤال، فأنت بلاحظتين بالميترز بالسيميكوندكتر والبيور هاي الأشكال. إذن هاي كلها مربوطة. أنت هذا الشكل من تفهمين بعد يبقى ذهنك، يصير أنت تتخيل بعد أنه توزيع بعد ما تنسى. ها يعني نقول لك في تايم رسل شيء يجيلي مور إلكترونز، يجيلي مور إلكترونز ها بالكوندكشن باند مو صحيح؟ ها مور هولز ها بي تايب مور هولز إيه أنت مور إلكترونز فازن تفضل ها ما تنسوها بعد يعني بعيد أنا أقول لها أنت الأنت تايب هذا الشكل ماله. هاي الكوندكشن باند، هاي الفالنس باند. الدونر ليفل يكون اقرب لمن؟ الى الكوندكشن باند، ويكون نمبر اوف هولز ستيت هولز كونسنتريشن ديستريبيوشن ان تايب قلنا شنو؟ مور الكترونز
that lighthouse shaken, electron concentration in the solution, more electrons than holes. All and type. We could shake it mile high. In B-type, an acid landing. الظاهر اتجاه لاحظوا اتجاه الشكل يعني لا ترسمونه يعني بالعكس يعني لاحظ هسه بالان تايب اذا تلاحظ اتجاه الشكل شلون يعني يصعد يصعد من الصفر وينزل بعدين ها البي تايب ها البي تايب الدو الاكسبتر ليفل شي يكون اقرب المن الى البالانس باند ويكون عند الشكل تقريبا معكوس more holes than electrons بالبيتر هسه المقارنه بين ثلاثتهم energy band diagram intersync N type, B type, semiconductor. بالنسبة إلى الحالة الاعتيادية, conduction band with valence band, number of holes equal to شنو؟ أكبر واحد ثاني. بالنسبة إلى ال N type, more electrons in the conduction band than holes. وتكون عندي الدونر قريب من البي تايب تكون عندي مور هولز لان شنو لان الكترونز وتكون عندي والان بي تساوي لي ان اي ال 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 يعني الحالة الاعتيادية ان صب اي سكولر الى اجي انا اضرب كيف افهموا عملية توجيه بعد هسه انت مو بعد سيمي كوندكتور وما تعرف شنو هسه افتهمتو شنو سيمي هسه اصبح واضح عندك ها الان تايب البي تايب والكريستال بيور كريستال نوت ذات دونر ان اكسبتر ان اليوفر ار نوت شون هابيلي دوبت دوبت استيت Degenerate N-type semiconductor large number of donor for a band. من يعني أولد ال N-type semiconductor معناتها إنه أحتاج إلى large number of donor يعني من ال يعني اللي معطي اللي واحد donor from a band. هاي بالنسبة للأنتايب البي تايب دي جنريت حتى أول البي تايب سيمي كوندكتر بالحقيقة أحتاج شنو أحتاج مور نمبر أوف أكسبتر ها؟ قابل يعني اكسبتر يعني قابل ما لك واحد هذا شنو قابل فيكون عندي هاي الشكل بيار وش سبوز there are two systems S1 and S2 نظامين النظام الأول S1 والنظام الثاني S2 in thermal contact أكو بيناتهم اتصال يعني مو محذولات suppose system 1 has 4 particles while system 2 has 3 particles النظام الأول كم particle بي 4 والنظام الثاني كم بارتيكل بي 3 the total energy U تساوي
7 دلتا اي. هاي الطاقة الكلية للنظام اللي هو من 2 system. One possible distribution of particle to obtain that total energy is a resin in the tip of balloon. كيف تتوزع هذه البارتيكل؟ هي موضحة بالشكل الأدنى. Find the total number of distinguishable division of energy as a function of the energy of one of the system and then make a graph of sigma sub u. One, the total number of distinguishable division, عدد المستويات distinguishable اللي مميزة دي أستطيع أنه أميز بيناتي. As a function of energy of system one, make a simple comment on these figures. هسا أنا شنو نعطيني؟ هو نعطيني واحدة من التوزيعات المحتملة. هو شي يقول لي؟ يقول لي 4 بارتيكل بالسيستم الأول. الأول. بالسيستم الثاني 3 بارتيكل. وبالسيستم الثاني 3 بارتيكل. فواحدة من التوزيعات المحتملة أنه الأربع بارتيكل اثنين تحتل المستوى زيرو يعني ما بيطي طاقة، واحدة منهم تحتل المستوى اللي طاقة واحد دلتا اي، والثانية تحتل اثنين، فأصبح السيستم الأول طاقة ما تشينه ثلاثة رغم بأربع بارتيكل لكن الطاقة الكلية ما تشينه ثلاثة. السيستم الثاني اللي هو الثلاث بارتيكل بي، فالاحتمال التوزيع انه واحد، هاي بعد مجبر عليه بعد ماكو ما عندي خيار ثاني، انه واحدة من البارت هاي المعطى واحدة بالزيرو هاي المعطى هو هاو ناطيني، واثنين بالطاقة اثنين، فاذا كل بارتيكل تاخذ اثنين اثنين في اثنين اربعة، وهناك عندي ثلاثة بالسيستم وان، فصارت الطاقة الكلية 7 لأنه يجي لي الطاقة الكلية 7 ملزم أنا بتحديد الطاقة الكلية 7. هذا معطى بالسؤال، يعني هذا الشيء معطى بالسؤال. أنا أستطيع أن أوزع أحط مثلا ممكن يعني ينطيني كالآتي، هو مو الطاقة الكلية 7، هو ما قال لي كيف التوزيع، أنا أستطيع 3 حط بالصفر بالسيستم 1 وأحط 1 بالطاقة 7 صح ولا يطلع 7، والثلاثة بس سنتو أحطهم بالصفر، فإذا أصبح صفر زائد 7 7، وأنا هم التزمت 4 بارتيكل ها بالسيستم الأول، فهاي واحدة من المقترحات مالتي. فهو شيء يجي لي أوجد البقية اللي موجودة التوزيعات البقية احتمالية ها؟ أي احتمالية. هسه هو هنا أنا ما حدد لي يا أحصاء أنا أطبقه، ما حدد لي معي أحصاء، خلي نشوف كيف نعالج المسألة. In order to do this we will need to find the number of distinguishable division. نريد نحتاج إلى أنه نحسب عدد الحالات اللي ممكن نميز بيناتها of each system لكل نظام، عندي system يعني واحد واثنين as a function of the energy of the system كدالة للطاقة. That is you would need to find sigma sub 1 u of u sub 1 and sigma sub 2 of u sub 2. Thus you would need to find 14 numbers 14 عدد. Sigma sub 1 of 0 is for sigma sub 1 of 7 أي 7 بالنسبة إلى السيستم الأول، and sigma sub 2 of 0 is for sigma sub 2 of 7 الكائي المن للثاني. أنا ببساطة قلت لكم ممكن نحط 1 على 7 والبقية كلها صح ولا؟ إذا نحن نحتاج هاي النوعية، إذا معناتها شنو؟ هاي عندي 7 وهاي 7، 7 زائد 7 14 عدد. The total number of distinguishable distribution for a given partition of energy is the product
إذا التوزيع اللي ممكن إنه يميزه هو راح يحسب من سيجما أوف يو 1 تساوي سيجما أوف سب 1 يو 1 دوت سيجما 2 أوف يو. Let us enumerate the distinguishable division of the two systems as follows. عندي system 1. بالسيستم 1 أنا عندي أربع بارتيكل كلها إجت وين؟ بالصفر. كلها انحطت بالصفر. إذا الطاقة مالها شنو؟ صفر. سيستم 2 عندي ثلاث بارتيكل بس أنا ملتزم شنو؟ بسبعة طاقة كلية سبعة ما أنساها. إذا أنا مجبر إنه أحط اثنين بالزيرو وواحد بالسبعة هاي الحالة الأولى. صحيح ولا لا؟ زين. الحالة الثانية أنا مجبر إن أنا أحط واحد بالصفر ممكن وواحد بالواحد وواحد بالستة. نظام الأول ثابت. وقاعد ألاحظ ممكن أحط اثنين بالواحد وواحد بالخمسة سبعة. تمام ولا لا؟ ممكن احد واحد بالصفر وواحد بالاثنين وواحد بالخمسه سبعه. ممكن احط واحد بالصفر وواحد بالثلاثه وواحد بالاربعه سبعه. ممكن احط واحد بالواحد وواحد بالاثنين وواحد بالاربعه. ممكن احط اثنين بالاثنين هاي اربعه وواحد بالثلاثه سبعه. ممكن احط واحد بالواحد ها واثنين بالثلاثة سبعة. هاي احتمالات عندي بعد احتمالي ممكن اشوف احتمالية ثانية لعملية التوزيع. السائل اقول لك هذا التوزيع في رقم الجرام لا مو وزن الشاي ها يحترم جسمين بالمربع الواحد. ممكن يكون بوز أينشتاين ممكن يكون بوز أينشتاين لأنه بس ممكن يكون كلاسيك أيضا صح بس بالتأكيد هو شنو جسمات ما ميزة ما ها جسمات ميزة أقدر ميزة إيه جسم شهو جسم شهو فإذن هذا التوزيع هذه الوحدة من الاحتماليات اللي موجودة. سيجما 2 هاي شلون طلعناها؟ هاي تنعرف عليكم شلون طلعنا هنا ثلاثة شلون طلعنا ستة شلون طلعنا ثلاثة بس ترجعون شوية شلون طلعناها ستة مفكوك هي العلاقة بالمفكوك شلون طلعنا ستة شلون طلعنا ستة هنا شلون طلع على ستة هناني والنتيجة ها؟ شلون طلع على ستة هناني؟ أي شلون طلع؟ لا 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 مو شيء. فإذا بالنسبة إلى سيستم 2 the distinguishable division المجموع ماله شنو؟ 36 سيجما 2 36 بينما سيجما 1 1 سيجما 1 1 الحالة الثانية اللي ممكن الحالة الثانية ممكن ثلاثة بالسيستم مالي يكون واحد بالواحد مو هذا احتمال اكو شيء هذا الاحتمال الثاني هسه اشوف احتماليات مع السيستم بقيت عندي كم طاقة ستة لان واحد اخذها ياهو السيستم مالي كم بارتكال عندي بالسيستم 2 ثلاثة إذا اثنين ممكن يحتلوني بالصفر
واحد بس ثلاثة ممكن يحتلي واحد بالصفر واحد بالواحد واحد بالخمسة ممكن اثنين بالواحد واحد بالأربعة ممكن واحد بالاثنين واحد بالأربعة واحد بالصفر ممكن واحد بالصفر اثنين بالثلاثة ستة ممكن واحد 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 بالاثنين واحد بالثلاثة وممكن ثلاثة بالاثنين ثلاثة بالاثنين لأن بالنتيجة شو يكون عندي يكون عندي سيجما تو ثلاثة ستة ثلاثة ستة ثلاثة ستة واحد إذن توتر ديسنشابل ديفيجن عدد المستويات المميزة يكون عندي كم 18 هاي الاحتمال الثاني اللي سيستم 1 إلى 4 بارتيكل الطاقة مالته 1 سيستم 2 بثلاثة بارتيكل الطاقة مالته 6 الاحتمال الثالث السيستم 1 اللي بي 4 بارتيكل تكون الطاقة مالته 2 والسيستم 2 اللي بي 3 بارتيكل تكون الطاقة مالته 5 وقاعد اخذها واحدة واحدة هسه الطاقة اصبحت 2 وبي 4 بارتيكل فعندي صار احتمال يعني هنا 2 بالزيرو و2 بالواحد 2 بالزيرو أو 3 بالزيرو و1 بالاثنين هاي طاقة 2 فانطاني 6 و4 10 صار بالنسبة إلى السيستم 1 السيستم 2 هسه كم طاقة مالتها الكلية 5 التوزيع احتمال 2 بالزيرو و1 بالخمسة 1 بالزيرو 1 بالواحد 1 بالأربعة 2 بالواحد 1 بالثلاثة 1 بالزيرو 1 بالاثنين 1 بالثلاثة واحد بالواحد اثنين بالاثنين فإذا انطاني 21 اختيار ثلاثة ستة ثلاثة ستة ثلاثة هاي الاحتمال الثالث أربعة يكون لاحظ هناك ينقص هنا قاعد يزداد كأنما قاعد غطيها كده هسه السيستم 1 اللي بي 4 بارتيكل الطاقة مالته 3 والسيستم 2 اللي بي 3 بارتيكل الطاقة مالته 4 شنو التوزيع مالته؟ 2 1 1 الطاقة 3 12 ينطيني واحد 3 كم ينطيني؟ ثلاثة إذا انطاقة مالتها ثلاثة ينطيني أربعة كم بارتيكل بي؟ هي أربعة بارتيكل انطاني أربعة هنا عندي ثلاثة وممكن واحد بالثلاثة كم انطاني؟ أربعة فانطاني 12 4 4 شي يساوي ايش هي يساوي زين السيستم 2 كم البارتكل دي موجود بي 3 كم الطاقة مالها 4 2 1 ينطيني 3 واحد بالزيرو واحد بالواحد طاقة واحد بالثلاثة طاقة أيضا يعطيني أربعة هاي الاحتمال الثاني واحد بالزيرو اثنين بالاثنين أيضا يعطيني أربعة واحد بالاثنين واحد بالواحد واحد بالاثنين تنطاني ثلاثة ستة ثلاثة ثلاثة على 15 اي هاي مو مفكوك انا ناطيه في البدايه اي مفكوك
بس ما فوق شنو شنو علي شنو أنا طيب البداية ها فشوفه إذا ما هذا بس أنتوا راح ترجعون ترى هاي تعرفون شلون إجت هاي أكو قاعدة ناطية من المفقوق رسية الاحتمال الخامس إنه أربعة بارتكل باليوان وثلاثة بارتكل ويكون عندي طاقة أربعة بالسلمان وثلاثة فإذا حصلت على أربعة باقي داعي بين التوسيع مالي واضح الحالة الأساسية كل واحدة زيدها فأصبح عندي هاي 56 9 الحالة تكون عندي رجعت إلى أنه نوبر سيستم 2 النظام الثاني يقل وإجا توزيع 84 3 وعندي آخر حالة أنه يكون عندي سيستم 1 هو اللي ماخذ طاقة كلها والسيستم 2 هو ما بي طاقة يعني كلها بالصفر فيكون عندي 124 هاي الحالات اللي موجودة هسه أجي أعترف نا هسه ها هسه راح أسوي سمرايز للعملية هسه عندي يوان زيرو لما قاعد أحكي على يوان مو صحيح واحد دلتا اي اثنين دلتا اي ثلاثة دلتا اي أربعة دلتا اي خمسة دلتا اي ستة دلتا اي سبعة دلتا اي سيجما وان حصلت 1 36 ضربهم 36 عندما تكون 1 الإنرجي 4 28 112 عندما يكون 2 وهذا ممكن نسوي جدول اليو 2 أيضا تكون عندي 10 21 210 3 دلتا اي 2015 تكون عندي 300 4 دلتا اي 35 10 تكون عندي 350 5 دلتا اي هذا كده أخذ منين من الجداول اللي موجودة ومفهومة أعتقد شلون وزعني فأنت تجيب مثلا بالامتحان ما يجيك نفس المثال تجيب تبدل البارتكل جزء اي جزء طاقة تبدل فتنتبه كيف عملية التوزيع يزق لك مثلا طاقتهم 5 بدل 7 يزق لك طاقتهم 9 بدل 7 يجوز البارتكل تتبدل عددهم لا تسعى لبدأتك فهي تأخذ لها بس أنا آخر الوقت اللي موجود فحصلت على السمرايز عن كالكيلت لبروبابيليتي هذا جدول إذا أجي أرسم the plot of the simple division as a function if U1 is big one تكون عندي هاي الاحتمالية اللي موجودة the peak is rather bored this is because of the low particle number and energy for many particle systems the peak become quite sharp and we can ignore all the other terms in the find the thermal properties of the system but the fundamental idea that all distinguishable distributions are equally probable is the same الاحتمالية هي متساوية هذا شكل نهاية من الجدول اللي أخذناه number of state and entropy example number 2 consider an spin in a magnetic field the energy for an up spin is E of epsilon naught over 2 half epsilon naught and for the down spin minus half epsilon naught of half E naught how many states are there with a total energy E
مستوي موجود بطاقة كلية أسلس سنويا بمغناطيك. وإحنا أخذنا مع المجالات المغناطيسية اسم كذا عندي. Let M is the number of our cell. M الكل هو ناطينية. الأم هسه أنا صنعت مع ال أوسيل. So N minus M is the number of our cell. تمام؟ Since the total energy is given by total energy تساوي هو ناطين الإنرجي مالته. E تساوي M epsilon أو E not over 2 هاي طاقة هو الناطية minus N minus M بالنسبة للأب total energy والدم minus N minus M epsilon not أو E not over 2. So the state with the total energy E are the state with M epsilon. But how many states are there with our spin? Our spin M equal E over E naught طاقة الكلية plus N half N نصف N. The answer is هيكون N E. العدد الكلي الإحصائي C N M وهذا C M N معناتها شنو؟ مفكوك الان على مفكوك الام ان ماينس ام مفكوك احصائيا. Here C and M is the number of عدد الحالات to pick M object from N object. So the number of a state with a total energy E is gamma of E equal C N E os E over E naught plus N over 2 ويكون عندي after obtain the number of a set as a function of total energy E we can define the entropy of the system. The entropy is KB times the log of the number of a set. The entropy S of E I mal Boltzmann KB then gamma E for a microconical in a sample entropy a function of energy. So for our N-spin system the entropy is S of E equal KB ln C N will M here E over E naught or epsilon naught plus N over 2. To calculate ln we can use the settling approximation. With certain approximation and by عندي الأعداد هائلة طبعاً بالنسبة للين فإحنا نحتاج approximation نسميها certain approximation تسامعين بي احنا خلناها ترى البداية سموها certain هو كيف عملية تحول للين يكون عندي لين N مفكوك I يساوي شون أكتبه N لين N minus N plus لين 2 by N over 2 plus نسبة خطأ of order of 1 over N. وعليه إنه أنا أحتاج إن أنا أخذ اللين CNM فراح أستعمل Settling Approximation راح أشوف إنه تطلع لي بهذه الصحانة فراح يكون عندي ال KB Entropy S of E over KB تساوي N minus F up لين F up minus F down لين F down أو بالحقيقة يساوي F up M over N or F down يساوي 1 minus M over is the probability for the spin to be up or down. Since E حسبناها سابقا تساوي half M E naught minus half N minus M E naught لذلك we half من أطبق عليها سالي F up يساوي half plus E over E naught and F down يساوي half minus E over E naught حيث E naught هي N epsilon أو E naught.
أجي أرجع أعوضها فراح أطلع لي هاي المعادلة. Theory from the division the physical meaning of the entropy is number of states with energy E equal E to the S of E over KB ومن أجي أرسمها راح تطلع لي هاي الشكل The energy per spin S of E over N as a function of E The average energy per spin The maximum entropy of a spin half spin is KB ln 2 equals 0 ln 2 what is li sawi 0.6 KB concept of temperature فكرت درجة حرارة consider two systems the system one has N1 spin as عندي أيضا نظامين النظام الأول يحتوي على N1 spin and the system two has N2 spin there E1 to be the energy of the two systems at the beginning يعني initial energy assume the two systems can exchange their energy ممكن انه تنتقل الطاقة بين What is the probability for the system 1 to have a new energy E1 شنو احتمالية انه النظام الاول تكون الطاقة مالته E1 Answer Since the total energy is E والtotal energy هي بالحقيقة جاية من E1 زائد E2 The system 2 will have an energy E2 هي E minus E1 When the system 1 to have a new energy E1 طاقة المستوى الثاني هي الطاقة الكلية ناقص E1 عندما تكون شنو طاقة السيستم الأول E1 The number state with system 1 having an energy E1 and the system 2 having an energy E2 اللي هي E minus E1 is given by ليش عوض ثاني ب E1 E2 دات E1 لأنه هو طالب حاكي لي أسسم 1 لو حاكي لي أسسم 2 كان بالعكس هو يلي What is the probability for the system 1 to have a new energy E1 إذن كل اللي موجود بالقانون لازم من E2 أنا عوضها فين ب E1 حتى تطلع النتيجة بدلات E1 is given gamma dot total هي gamma 1 of E1 gamma 2 of E2 or in term of the entropy بدلالة entropy gamma total of E1 تساوي E to the K minus B S1 of E1 E to the K minus B, K sub B minus S2 E minus E1 وهي من أعيد كتابتها يطلع لي E to the KB minus S1 E1 plus S2 E minus E1 Since every possible set are equally possible كل set الاحتمالية مالته متساوية The probability for the system 1 to have an energy E1 probability of E1 راح تتناسب مع من مع E to the KB minus 1 between bracket S1 of E1 plus S2 E1 minus E minus E1. From figure we see that when n approach infinity, probability of E1 is almost a gamma function. We can almost say for sure that the energy of system 1 has such a value E1 that it maximizes the total entropy S1 of E1 plus S2 E minus E1. إنه القيمة قيمة system 1 اللي تملك energy E1 هي بالحقيقة شنو تؤدي إلى جعل الانتروبي هي أعلى شيء. أو
انه يكون عندي انتروبي S1 of E1 تساوي انتروبي S2 E minus يعني S2 E minus E2 of E2 E minus E1. إذا رسمنا بين probability وبين الـ E1 over total energy absolute minority for a system of N1 spin and a system of N2 spin with total energy E, we plot the probability P of E1 for the N1 spin system to have an energy E1. Here N2 equal to N1 and N1 equal 10 100,000, 10,000, the total energy E is chosen to be minus N1 epsilon 1. Probability of E1 reach its maximum when E1 equal third E, minus third E.